مرة أخرى مشاهدينا أعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.